ما هو إلا اسم فني أعطاه لي الأستاذ المرحوم عبد العزيز العلوي. عمري 25 سنة، مولودة في تونس، أصلي كفية، متزوجة، ممثلة في فرقة المتفرغة للتمثيل بالكاف. هي الذاكرة بكل ما تحمله من ثقل وأوزان. بمسيرة فنية استوطنت عقولنا وستبقى حية فينا بكل تفاصيلها. هي جزء من ذاكرة المسرح وذاكرة الفن عامة. هي صور الفرح على الركح، هي صوت الأنا والأنت والآخر. الممثلة يلزمها تعرف كل شيء، يلزمها تعرف تغني، تعرف ترقص، تعرف تعوم، تعرف تركب على الحصان، تعرف تسوق كهربا، تعرف تسوق بسكليت، تعرف كل شيء. هي نصوص كتبت وكتب لها ألا تترجم لكلمات، نستحضرها اليوم بحروف كلها سعادة وببقايا ذاكرة فيها من المحاسن الكثير. كل نهار وكيفاه، ساعات نخدم ليل ونهار، يعني نبدأ من 5 متاع العشية حتى 5 متاع الصباح. سعاد محاسن هي عبارة عن أحلام لم تصحو بعد من غفوتها. نبدأ روحي وعقلي وبدني بكل عايشتها، معناتها كي نخرج بعد الغيبتيسيون نحس في روحي في الدنيا أخرى. شنو؟ فين كنت أنا؟ موهبة فنية تتقد نشاطا رسمت من خلالها لنفسها نهجان فنيا مميزا روحت فيه بين الغناء والمسرح والسينما والتلفزيون، وخطت بصوتها تاريخا شامخا شموخ جبال الكاف العالية. العيون ملاح التي استمدت من جذورها الكافية العمق الذي صنعت به فردة صوتها عبر الزمن. هي الحالمة الرقيقة رقة النسمة الكافية، عاشقة للاختلاف، ولذلك اختارت أن تدرس المالوف وتحفظ المقامات والطبوع التونسية، فصنعت من الموهبة والمعرفة صوتا لن يتكرر. ولدت وترعرعت بربوع الشمال الغربي حيث كانت عاشقة للفن منذ صغرها ومعروفة بشغفها ذاك في الوسط العائلي الضيق فقط. والصدفة وحدها قادتها إلى الشهرة، فكانت التجربة الأولى ضمن الفرقة المسرحية بالكاف قبل الانتقال للاستقرار بتونس العاصمة، حيث صقلت على الركح موهبتها وعرفت شيئا فشيئا ضمن الوسط الفني. بارك الله فيك يا خالتي تراكي. من غير مزية بنيتي، كيف خوك لاباس هذيك الفايدة. قعدنا متحيرين عليه وزاد مشى للخدمة من غادي لغادي. على كل حال سلم على أمك وقولها راهو لاباس. يعيشك يا خالتي، كثر خيرك. عيشك. ولمحاسنها الفنية المتعددة من رقص وغناء وتمثيل، تمكنت من أن تثبت ذاتها الفنية بقوة. كانت لها تجارب في المسرح جمعتها برفيق الدرب لمين النهدي في تجربة العمر التي كللت بزواج تقاسمت فيه معه سنوات من العمر. كل شخصية، كل مرة، في كل موقف نقول الموقف هذا يلزم يكون ماهوش كيف الآخر. نقف قدام مرايا ونبدأ نشوف، نبدأ نعاود في نفس الشيء اللي عملته مع الشخصية الأولى والثالثة باش نعمله كيف كيف. شاركت بأول مسرحية لها وهي جمل ضحك ضحكة،
ثم التحقت بفرقة بلدية تونس للتمثيل وقضت فيها سنتين. ومن أبرز الأعمال المسرحية في تلك الفترة ضمن الفرقة كانت الزير سالم الذي جسدت فيه دور الملكة. تفاهة الغاية، أمن أجل هذا؟ أمن أجل هذا أزمعت قتله؟ لم يقتله الملك، ولكن بهذا بدأ كل شيء. حرمت أبي حريصه وسنده وسلاحه، فأخليت الطريق لقاتله. هذه كانت بداية كل النكبات. لا، فالنكبات بدأت في موقع آخر. أين؟ في مخضع التب حسان. أين؟ الطاغية الذي اغتصب عرش جدك وقتله وطلب. خارج إطار الفن الرابع، أبدعت سعاد محاسن من خلال حضورها اللافت سواء في فيلم المشروع أو بالأعمال الدرامية من خلال عنبر الليل ونجوم الليل. قالوا أرتيستو ما أرتيستو، عمره تدوي الأحزان ما كان بالشهيد، تقول حتى بيدو ما يقراش النوتة، هاك الصالة تملى وتفرغ والجيشي ديما مليان، واللي شاح يلبس يمشي الجافل ويجي الغافل. أدوار متنوعة أقنعت من خلالها الفنانة سعاد محاسن وأثبتت قدرتها على التلون في أكثر من صورة فنية. حنا قولي لهي نبي وخلاعة وسهيرات جميلة. متشبثة دائما بجذورها وفية لأصالتها، كرست صاحبة المحاسن جزءا هاما من حياتها الفنية التي قاربت النصف قرن. حوالي 50 سنة نذرتها في نفض الغبار عن كنوز فنية تراثية ثمينة أحيتها من جديد إيمانا منها بكلمات الأجداد وألحانهم. حنا حنا خلاعة وبنا، حنا حنا سهاري ورنا متعرنا وموال. وبصوت بدوي قوي تغنت بمعاني الحب والفراق والعشق كما أطربت مسامعنا في اللون الصوفي. والكل يا فاهم اللغة، هل الدمع رماقي المحبوب جوارح يسباه حبه في دواخل الحشاء مزقي أساقي. صلي على النبي ركب البورا. سعاد محاسن اليوم تطل علينا بذاكرة مرهقة يلفها الضباب، لكن الأرشيف الثري من الأعمال التي نجحت فيها وأبدعت من خلالها يفرض علينا أن نعيد فتحه بكل حنين وشغف، وجعلها اسم يتردد اليوم بقوة الأثر المترك فينا، أثر فني يتحدى النسيان كيف لا، وذاكرة الفن أقوى من ألف نسيان. ولا نخاف سيوفك تشالي، ولا نخاف سيوفك تشالي من فوق.